تنسيقيا مع جمعية أمل إنزكال للترياطلون بأكادير من أجل خلق واحد الدينامية وحركة في المنطقة بيقرا نظرا للركود ركود رياضة ألعاب القوى في هذه المدينة. ارتأت الجمعية الجديدة باش تخلق واحد حركة كما نقولوا واحد الحركة ثاني في المدينة باش تنوض هذه الرياضة من جديد. وكما تشوفوا اليوم راه حضور قوي للشباب ديال مدينة بيوغرا من أطفال فتيات والحمد لله راه كاين واحد الإقبال. هذا تعني بأن الساكنة شغوفة بممارسة الرياضة والحمد لله احنا عندنا واحد العزيمة باش نشتغلوا في هذه المدينة الجميلة باش نوصلوها ثاني للمكانة ديالها لأن هذه المدينة عطت أبطال في هذه الرياضة مثل البطل الكبير الحسين مركيك والبطل المدرسي الكبير ديالنا اللي هو رئيس الجمعية الحسن بورود. ولما لا احنا باش نخرجوا أبطال أخرين يمثلوا المدينة ويشرفوا المغرب في المحافل الدولية. بغينا إن شاء الله الرحمن الرحيم هاد الدراري الصغار وهاد سميتو ديال بيوكرا باش إن شاء الله الرحمن الرحيم باش يمثلوا بيوكرا وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم غنديروا اللي في جهدنا باش نمثلوا بيوكرا أحسن تمثيل من حيث بيوكرا من حنا من سكان ديال بيوكرا والحمد لله الدراري كاع اللي معنا في المكتب راه كاملهم بغاو يخدموا ومتقاتلين وبغاو يديروا اللي في جهدهم باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نبينوا بيوكرا من الاحسن. عبد الصمد بوعكاد من مدينه تشيرا اعداء متمرس متخصص في المسافات القصيره. جينا لمدينه بيوكرا اللي كتميز بابطال تبارك الله ناشئين غاديين في طريق مزيانه. جينا نتبادلوا هنا المهارات ديالنا ونحتكاكوا بعض العدائين هنا يلاه بداو ونعطيوهم داكشي اللي تعرفنا وداكشي اللي عرفنا ويعطيونا داكشي اللي كيعرفوا حتى هما. والحمد لله المدينه كتميز بابطال خاص غير نضربوا لهم ونتمنى المسؤولين يعتنوا بهم ان شاء الله. سميتي دعاء إزم عداءات أمل إنزكان للترياتلون. جيت اليوم لبيوكرا بدرب مع جمعية أبطال بيوكرا لألعاب القوى باش الاحتكاك والمشاركة.